تزوجت صغيرة، جبت 3 دراري وطلقت. أنا واحد ضيفة جيت لهنا، ضيفة جيت بالاثنين 3 4 5 هو تزوج. لا وديري خالتي ما استوعبتهاش كما يقولوا. أنا كانوا دارنا من بكري ما عنديش محبة من جيتهم، ما يحبونيش، وراها غير طلقتي ما حوزتني بانا بولادي. اختي كي شافتني دخلت مع ولادي بسقطت عليا. الظروف اللي خلاوك باش تعاود تخرج؟ ما عنديش كيفاه نعيشهم، صعيب باش نخدم. انا دباش ربيحه وساكنه في برج الكيفان، وعيلتي خرجتني برا، تزوجت صغيره جبت 3 دراري وطلقت، ما قبلونيش في الدار مع ولادي، خرجوني من الدار، خرجتني يما الله يرحمها. خالتي ربيحه شحال كان في عمرك كي تزوجتي؟ كي تزوجت في عمري 19 سنه. كنت صغيره. تزوجت في 88. 88. تزوجتي بالراجل هذا، جبتي منه دراري؟ جبت معاه دراري 3، زوجت كره وطفله. زوجت كره وطفله، الله يبارك. وكنت عايشين؟ كنا عايشين في دار، في داري، ومن بعد كي طلقت جيت لهنا لدارنا. طلقتي مع راجلك؟ مع راجلك. علاش طلقتي خالتي؟ طلقت المشاكل مع مالي. كنت عايشه مع مالي؟ كنا عايشين كاع كيف كيف. بعد داوسوا مع وليد وكاع لاحوني برا. جا شيخي قلت له انايا تسمى، قلت له كيفاش يضربوني وكنت صغيره ما عرفش. بعد تيك شيخي قال له طلقها. هذا بابات راجلي تسمى، هما ناس كيشغل عروبيه شويه. صافي البابات هو اللي امر. لازم تنوض صباح تسلم له على راسه، وما تسلملوش على راسه تخرج برا. ولازم كي يدخل وليده لعنده انا ما لازمش ندخل. كي ندخل انا وليده ما لازمش يدخل. انا ننسى احنا ما عندناش هذه السيره في دارنا. سما خطرت انا ندخل ديريكت، كي نسحقش حاجه عند العجوزه ندخل عندها ديريكت. ما يعجبوش الحال. كيفاش هذه المراه برانيه جات عندنا وداخله؟ وكما يقول لك هو ما يحبش ديجا اصلا، ما يحبش دارنا شيخي، ما يحبش يما الله يرحمها. يقول لي تزيريا هذيك القاوريه ما وخطر الاخره قاعد كلي خلاص. قال لي ما نسحقش يماك تزيد تجيني. انا كي ما تجينيش يما وشكون يجيني؟ كاش كون حيقعد؟ كاش انا غير يما اللي تجيني. كي قال لي هذه الكلمه قلت له انايا شوف يما تجيني اليوم وغدوه، عجبك الحال صح ما عجبكش الحال قلت الراجل يدير لي داري وحدي. يعني بعد داروا لي داري وحدي، الشيخ ما قبلهاش، كل يوم مشاكل كل يوم مشاكل كل يوم مشاكل. بعد ناض راجلي قال لي لازم نروحوا كاع منا. جينا سكننا هنا في دارنا. سكننا مع العائلة تاعكم. راجلك ولادك. شحال كانوا عندك دراري؟ كانوا عندي 3. 3 دراري. وبعد هنا ما كشو ما قبلوش. رحت سكنت عند اختي في عفرون. اختي تانيك ما يعجبهاش راجلي. بصح علاش ما خرجتوش كريتو ولا سكنتو وحدكم خالتي ولا كان سوق شحال راجلك؟ لا لا كانوا لاباس عليهم، كان هو حاكم روبور تاع دارهم كاع. هو اللي يصرف، هو اللي حاكم بحاير، هو اللي حاكم الدجاج، هو اللي كلش البقار كلش. ولا خالتي على ما كراش؟ ما على باليش، ما يخليهمش باباهم يكرو برا. صافي صافي يقعد الامر لبابا. ما تمام على برا. انا كي نسحقش حاجه تاع نسا يقول لي روحي قولي لبابا. انا ما نقولش البابا، انا نقول لي ما تجيب لي.
بعد طلقتي مع هذا الرجل؟ بعد شيخي قال له خلاص دي على دارهم. انا واحد ضيفه جيت لهنا ضيفه، جيت بالاثنين ثلاثه الاربعاء الخميس هو تزوج. لو ديري خالتي ما استوعبتهاش كما يقولوا. جيت لدارنا بالاثنين ثلاثه والاربعاء الخميس هو داروا زواجه. زوجه؟ مع بنت خالته. انت كنتي مزاكي؟ ما زلت مرته. وانت كيفاش حتى سمعتي بهاد الزواج؟ اختي داي خوه. صح متناسبة يعني. داين خاوة سلايف. بعد اختي عيطت لي ما في التليفون قالت لها باللي حمد راهو تزوج مع بنت خالته. هكذا بكل بساطة. ما سمعتش سما اختي ما قالتلكش هذيك دقيقة. وكيفاش حتى سمعتي؟ سمعت في هذيك الحشية. هذيك الحشية؟ وانا كانوا دارنا من بكري ما عنديش محبة من جيتهم، ما يحبونيش ملي كنت صغيرة. صافي ما لقيتي يعني من هنا. بعد طلقت يما دخلت جيت له كارطة في دار الشرع. بعد يما عاد تديني للمحكمة وقعيتك. وراها غير طلقت يما حوزتني بانا بولادي. ما يعطوهمش ياكلوا ما يظلوا يبكوا. شقاتي معليش خالتي ربيحه شقاتي انت ولادك عند يماك في دار بابك ويماك؟ قعدت شحال ريحتي؟ قعدت وقيلت عامين ولا بعد خويا بنى لي في الساحه تاعنا شومبرا شتا طيح على ولادي منا تغلق لي يما الباب تاع الساحه باش ما نطلعش في الشتا والبرد على ولادي. بصح علاش خالتي ربيحه علاش داروا لك؟ والله ما على بالي اقسم بالله ما على بالي. ما صراكش حاجه بينك وبينهم؟ جامي في حياتي. تزوجت كنت حجبانه في الدار. وجينا كاع يعرفوني. كانت جارتنا مسكينه كي يروحوا ولادها يخدموا ولا يشوفوا الحليب والكاطو كاع تبعت لي. تقول لي باش ما يبكوش الدراري. جارتنا قابلينا. قبلاتك. كانت رفدتني الحق. بعد خلاص عييت يضربوا ولادي قدامي يحقروهم. وباباهم وين كان من هذا كاع؟ كان مع مرته جامي. ما يحوس ما يعيط ما يسقسي ما يقول هذيك لا 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 لا. زعما كي طلقتها هكذايا طاتني الحضانه الدوله كي شغل هو داه زعما كوراج هذاك يجي يديهم داهم زوج خطرات ومن بعد صاي سيبا. عملت مصيبه. سيبا. التهاب مرته شغل. من بعد سيبا. بعد انا يا خلاص خرجت لبرا وجعني قلبي على ولادي هكاك شغل متشردين خرجت بيهم خرجت تاعي الاولى رحت الوهران. عرفتي الدراري وحدك؟ الوهران قعدت تماتيك. بعد جا واحد جن عنده طاكسي فون رحت نهضر في التليفون. شحال كان في عمرهم الدراري خالتي ربيحه؟ صغار بزاف ولادي كانوا صغار صح صغار. 4 سنين 5 سنين هكذا. ما تلحقوش كاع وليدي يرضع صدري ولا خو صغير 3 سنين. والطفله كانت 3 سنين ونص. صح؟ بعد تيك خرج الاولى تاعك للوهران. الوهران. رحتي للوهران. الوهران ركبت في الماشينه مع باش كاع وراني رايحه. كانش عندك كاتيرا؟ كانش. رحتي وعلى ربي. ما عندي حتى واحد تما. شافني واحد الجان يخدم عنده تاكسي فون. شافني قال لي واش بك يا خالتي تبكي قاعده برا وتبكي؟ قلت له ما عنديش وين نروح انا برانيه وحوزوني دارنا وديك داني لدارو شافت مرتو انا دايره الذهب قالت لي سلفيه لي نروح للعرس ونجي عطيتو لها. كنتي دايره ذهب؟ ذهبي. شافتني قالت لي سلفيه لي عطيتو لها داتو ما حبش تردو لي. دات لك دابا هذاك؟ باعته وهي داته للسياغ. بصح خالتي كيفاش مديتي دابا؟ في انا في دارها. انا رحت لدارها. معليش دوك حتى الناس اللي يشوفوا فينا يعني يطرح هذا السؤال يقول لك بلي واحد انت ما تعرفيش او استقبلك عنده في الدار واحد ما يقدرش يمد عفسه كما هذه عفسه بخيسيوس كما حنا نقولوا هكذا تمديها مديتها مديت عاف. انت قلت السيد دار فيها الخير ما رجعش مرته. وعنده طفله ما ظنيتهاش باللي تنحي لي ذهبي وتروح تبيعه ما ظنيتهاش تاع الصح ما ظنيتهاش.
بعد تيكورا ولي الجيران تما تيقالوا لي كاين اختها تسكن في البلاطو. واش قلتي لها هذيك كي جات قالت لك بلي ما قلت لها عطيني قلت لها ورا ذهبي قالت لي دوك نجيبو لك قالت لي خليته عند خالتي في الدار قالت لي دوك نروح نجيبو لك كل دقيقه نقول لها روحي جيبي لي ذهبي تقول لي دوك نجيبو بعد قالت لي انت كي قاعده في داري قلت لها نخرج من دارك وتجيبي لي ذهبي كي ما حبتش رحت لاختها اختها في البلاطو اختها جابت لي ما وبابا جاوب ما وبابا بابا كان حيضرب بالموس وقعد لك من بعد انا ما خفت انا ما نكذبش عليك ولادي صغار وما نعرفش هادو الحوايج خفت بعد داتني يماها قعدت عندهم قالت لي كل شهر نعطيك حق دراهمك حق ذهبك قالت لي انا بنت انا ما كنتش على بالي ويا سي فري صح بعدتك عشت في دارهم عندي ما هادي اه عشت عندي ما الحق تاع ربي رفدت لي ولادي هي راجلها كانت عندها عام عام هي كانت ما تعرفك ما تعرفني ما نعرفها ما تعرفني وتبغيني وتبغي ولادي ودارتهم كيما ولاد ولادها صح بعد تيك جا واحد منهم فرض له يعرفهم يعرف راجلها يعرفهم يسمعك شغل فامي هكا من بعيد شافني تما هو وليد حومتي الله يرحمه ربي يرحمه عقله رشيد قارة كان تاع الكاراتي هو شافني تما خلع قال لي واش جابك لهنا واش حقك لهنا اه قال لي كيف حتى وصلتي لهنا واش جيتي ديري عند هادو قلت له كيف رشيدة كيف قال لي دوك انا نرجعك للدار وسي فري رجعني للدار قعدت ايامات زادوا حاوزوني على جال ولادي ثاني اه من تما خلاص كرهت جيت درت لاطونت هنا صغيره في برج كيفان اه تحت في لاستاسيون درت لاطون دارها لي هذا رشيد الله يرحمه يوكل لي ولادي يشربهم ولاد الحومه تما كاع يتهلاو فينا انا ولادي اديتهم لباباهم اه انت فضلتي دراري يعيشوا مع باباهم يتربوا مليح مليح وما يخرجوش حاجه واحده اخرى تسمع مع باباهم انا على بالي بلي راح يترباو بيا جيت اديتهم لقيت اختي تماتك اختي كي شافتني دخلت مع ولادي بسقت عليا هكذا دخلتي بسقت عليا شامي دنيت لها هي الكبيره المهم انا خليت ولادي عند باباهم ورحت وخليت طفله هنا في دارنا بدرت صدموا هنا في موحوس صدمت معاهم جبت ولادي قعدوا معايا بعد كي ما طاونيش رجعتهم رجعتهم لو قعدوا عنده كبروا عنده ياكلوا الظروف اللي خلاوك باش تعاود ما عنديش كيف نعيشهم صعيب باش نخدم معليش بلا خدمك بلا خدمك بعد رحت عنابه رحت كل خطوه وين نروح كنتي خالتي كنتي هكذا اه مش عندك هكذا تركبي في التراوه كي رايحه روح ما شتيش نسمع بولادي قدامي وانا ما نشوفهمش نهجر رحت كل بلاصه كنتي تريحي كي كنتي عند النساء نخلصهم باش نريح عندهم راح نخدم عند النساء كل واحدة كيف جبد لي قلبي وما يعطونيش بري اللي نديموندي انا غير نخدم لهم تقول لي ولي انا ما نوليش خدمت في الشركات ما عنديش لا كارطة لا والو يسمى نعطي البنات يخبوا لي واحدة نعطيها خبات لي 30 مليون لايمتها داتهم وهربت لايم يهربوا لي كنت تمدي لهم دراهم تمدي لهم تقول لهم خلوهم ايه يخبوا لي عايشين كيف كيف نخدموا كيف كيف ناكلوا كيف كيف وبعد ذلك يتلايموا ملاح يدوم ويهربوا صباح كي نوض ما نلقاهمش هادو البنات اه اسمع هذه هي وليت من بعد وليت لين خدمة ناكلها نلبس ناكل ما على باليش ما نخبي والو بعد نجي نشوف هنا ولادي ما طبحها لي برا ما تخليهاش تقعد في الدار هاد الطفلة اه بنتي وليت دوكا خالتي دوكا راهي 28 سنة زوجة وليت انا ما نحبش نجي لهنا على جال هذه العبسة ما نشوفهاش روح اللي يكون نشوفها في اللي يكون خالتي انت فضلتي
ولادي يعيشوا، ولادك يعيشوا وانا معليش. وانتي ما تشوفيهمش؟ معليش ما تشوفيهمش، المهم ما يكونوا مهنيين. نشوفهم من بعيد، كنت نروح البليده نشوفهم من بعيد، كنت نجي لهنا نشوفهم من بعيد. حرقوا لي قلبي ومازالوا يحرقوا لي في قلبي على ولادي. هكا رجال ومازالوا يهضروا لهم كلام ماشي مليح، شوفوا لي كاع الصمات تاعي هذو. كحلوا لهم قلوبهم، ما نكذبش على الناس، انا والديه ماشي الناس. انا خويا نهار اللي جيت قلت له، قال لي انا الله غال ما عنديش وين نديرك، انا اختك، جامي اذيتك جامي دنيت لك، كيفاش تقول لي هكذا؟ انا قيسي قيس ولادي، انا ما جيتش طبطب لك في دارك، ما جيتش قلت لك الناس اللي تقول لك. انا خاطيتكم هنوني وما محبوش يهنوني. معليش خالتي، على حسب ما جينا من قبل شفنا باللي الدار تاع باباك وامك ماهيش بعيده على وراك. مانيش بعيده كاع عليهم، ماني قدامهم، ماني قدامهم، ماني قدامهم. خويا قال لي روحي روحي صلي، قلت له انا نصلي، تخمم على عمرك. صافي الفاميليا كاع دايرين في بالهم بلي خارجه تاريخ. ايوا انا هنا كاع فاهمين، وفاهمين الناس بلي انت خارجه. اه وشافوني الناس وقالوا لهم، الناس قالوا لهم احنا نروحوا على ثلاثة تاع الليل نلقاوها تقيم. رجل اختي قال له، قال له شوف نقولك حاجه، قال له اشرف طفله شتانا فرض له هي اختك. قال له اني نعرفها، انا ندخل البحر، ندخل على الزوج على ثلاثه. انا كنت رجل اختي ما نعرفوش، عرفته هنا في البحر. انا ما حضرت حتى واحد فيهم كي تزوج. ولا ما يحرضوك؟ ما يحوسوش. انا بنتي زوجوها ما قالوليش ما با يا سيدي، معليش بنتي ما تحبنيش، بصح انت خويا تعيط لي تقول لي بنتك راح تزوج، شوفها من بعيد يعلموك. اه شوفها من بعيد، معليش هذه بنتي، انت على تضرب على بناتك؟ نقسم لك بربي راني قدام المسجد، حق هذا القران ما على بالي علاه وصلوني هكا مع ولادي. وهذه المره داوست مع اختي على جال ولادي، قلت لها خطوا لي ولادي، وليدي راح يشنق روحه، خطولي ولادي بزاف بركة 27 سنة وانتم مردافهم. أنا كذبت عليها قلت لها ندي لك بنتك، كون تشوفوا واش صرا سما، قلت لها حسي واش راني نحس أنا هكا أنايا، كي تجرحي لي ولادي تجرحيني أنا. بعد قلت لخويا زيد جيب لي نيميرو تليفون تاع محمد، جابوا لي. شكون هذا محمد؟ وليدي. وليدك. جابوا لي، قال لي ولادك، وليدك راهو يقول لي أنا ما نسحقكش، لو كان تموتي ما نحضر لك شفيت فينتك. عيط له جا، قال لي والله يا ماما ما سمعت، قال لي ما على بالي بوالو، قال لي كي غير سمعت قال لي راني جيت. جا يديني خويا ما حملها ليش، يديني وليدي نستراح، ريح في دار مسطوره ما قبلهاش. عيط لي في التليفون هذا ويقول لوليدي، رفد عليه وليدي، درتو بارلو سمعوا انا وياه. يما كانت عشرات، كانت تاع الزطله، كانت تاكده، كانت تاكده، وكاع حرشوا بابا عليا. بابا ما يشمنيش، ما يحبش كاع يسمعني ولا يشوفني ولا. في العيد بعت له الجار، قلت له حبيت اقبل على بابا وما لقيتش كيفاه، دار لي طريق باش قبلت عليه. نتمنى تكون عندي دار نلايم ولادي فيها ونفرح بهم، وربي يهدي خاوتي وبابا وكاع، ربي يهديهم. ولادي الكلام اللي قالوا لهم كاع غلطوا فيه، غالطين. الناس اللي تهضر عليا ماشي خاوتي، سقسوا الناس يفهموكم شكون يماكم. انا مانيش تاع هذوك الحوايج، والحمد لله ربي عطاني شهادة العقل نمشي بها. بهذا نكون وصلنا مشاهدينا الكرام لختام عدد اليوم. كما شفتوا معنا القصة تاع نهار اليوم تاع خالتي ربيحة جد مؤثرة، جازت ومرت بالعديد من المراحل في حياتها. حنا نتمنوا لها انه تلتئم الشمل وتعاود تولي لولادها. ونقول لكم انت ولا انت، اذا راكم حابين تشوفوا القصة تاعكم في البرنامج تاعنا، ما عليكم غير تتواصلوا معنا عبر الصفحة الرسمية لقناة النهار اللي راهي ظاهرة اسفل الشاشة. ببقى لي غير نقول لكم اتهلاو في روحكم، سلام.